تيجي حالا نشوف عضلات الباك اوف الفور ارم. انا عارف طبعا ان انا عندي الفور ارم ده كان بنقسم شويه عضلات قدام، فدي بنسميها العضلات بتاعت الفرونت اوف الفور ارم، وبتنقسم لجزء سوبرفيشال وجزء ديب. تمام، بالنسبه للسوبرفيشال فكان عندنا هنا البروناتور تيرس، تمام. بعدها كان عندنا هنا الفليكسور كاربي رادياليس، تمام. ودي كانت بتعمل انسيرشن فين؟ في البيس بتاعت اللي هو السكند والثيرد ميتاكاربال بونز، تمام. في عندنا بعدها البالماريس لونجس، ودي كانت تعمل الانسيرشن في اللي هو بالمر ابونيوروزس. وفي عندنا بعدها الفليكسور كاربي النارس، ودي كانت تعمل انسيرشن في البيز بتاعت الفيفث ميتاكاربال بون. في بقى عندنا بعدها اللي هو الفليكسور ديجيتورم سوبرفيشياليس، ودي كانت بتعمل انسيرشن في الميدل فالنكس بتاعت اللي هو الميديال فور فينجرز، تمام. وفي عندنا بقى بعدها تحت الفليكسور ديجيتورم بروفاندس، ودي كانت بتعمل انسيرشن في الديستال فالنكس بتاعت الميديال فور فينجرز، تمام. في عندنا كان موجود اللي هو البالما اللي هو الفليكسور بوليشس لونجس، ودي كانت بتعمل انسيرشن في الديستال فالنكس بتاعت السامب، تمام. وفي عندنا اخر واحده في الجزء الديب اللي هو البروناتور كوادريتس، ودي كانت بتعمل برونيشن، تمام. كده خلصنا العضلات اللي هو الفرونت. الباك بقى المفروض ان هم عندنا رصه محترمه كده موجودين ورا، تمام. هنشوفهم. اول حاجه في عندنا عضله صغيره كده اسمها الانكونيوس، تمام. دي بتكون ورا خالص. في واحده من البدايه كده بتكون اللي هو جايه من فوق من اليومرس فوق خالص ونازله تحت في الريديوس، فدي بنسميها كوراكو او اللي هو بريكيو رادياليس، تمام. جايه من اللي هو اليومرس ورايحه للريديوس، تمام. في بقى تحتها بيكون عضلة تانية بنسميها الاكستنسور كاربي رادياليس، بس انا عندي الكاربي رادياليس المرة دي يكون لها فرع طويل قوي فبنسميه لونجس، وفرع قصير فبنسميه اكستنسور كاربي رادياليس بريفيس، تمام. في بقى عندنا بعدها موجود اللي هو الديجيتورم ماسل، بس انا عندي هناك كان في الفرونت في سوبرفيشاليز وبروفاندس، هنا لا، هنا واحده ديجيتورم وبس، تمام. وهتأدي لي وظيفه بتاعت الفليكسورز بالظبط، تمام. في عندنا بقى ورا خالص اخر واحده ويمه الالنا دي اللي هي الاكستنسور كاربي النارس، تمام. بتكون يمه اللي هو الالنا، وكنا اتكلمنا عن اللي هو الانكونيوس. ده كده بالنسبه للجزء اللي هو السوبرفيشال. طب بالنسبه للجزء الديب، بالنسبة للجزء الديب هيكون عندنا ثلاث عضلات هنا اهو، واحدة كده فوق خالص، يعني هنشوفهم بعدين، بس يكونوا اللي هو ابداكتور بوليشس لونجس وابداكتور بوليشس او اكسنسور بوليشس بريفس، وفي اكسنسور بوليشس لونجس، وفي عندي الاكسنسور انديسس، تمام. وفي عندي اللي هو السوباينيتور، تمام. دلوقتي كانوا هيكونوا عندنا خمس عضلات موجودين جوه دي، هنشوفهم لما نشيل الجزء اللي هو السوبرفيشال، تمام. تعالوا ناخد حالا بقى بالنسبه للجزء السوبرفيشال او عضلات الباك عموما، كلها بتاخد النيرف سبلاي بتاعها بالراديال نيرف، ما عدا شويه حاجات منها بتاخد النيرف سبلاي بتاعها من برانش من الراديال نيرف بنسميه اللي هو البوستيرير انتر اوسس نيرف، وهنشوف طالع ازاي وجاي منين في الاخر، تمام. لكن انا عارف ان التغذيه بتاعت الباك كلها جايه من الراديال نيرف، انما الفرونت كان معظمها جاي من الميديان نيرف، لا ما عدا اللي هو عضله ونص كانت بتكون واخده من الالنر نيرف، تمام. طب تعالوا بقى نتكلم على كل واحده. ادي اول واحده عندنا هنا اسمها البريكيو رادياليس. البريكيو رادياليس انا شايف انها جايه من اليومرس من فوق، تمام، ونزل تحت في الراديوس، تمام. طب تعالوا نشوف الاورجن والانسرشن بتاعها فين. ادي عندنا هنا ده المفروض هيكون الحته دي لاترال ابيكوندويل. اللاترال ابيكوندويل بيكون اللي هو امتداده لفوق بنسميها اللي هو السوبرا كوندايلر بريدج، تمام. في عباره عن كده اللي هو جزء كده اللي هو بارز بنسميه ريدج، هو بيكون في الحته دي. هو ده واخد منين؟ من تلتينه اللي فوق، تمام. فانا عندي البريك رادياليس الاورجن بتاعها من الابر تو ثيرد بتاع السوبرا كوندايلر ريدج بتاع اليومرس، تمام. طب الانسيرشن بتاعها هي نازله في الراديوس، اخر حاجه في الراديوس خالص اللي هو دي بنسميها الستايلويد بروسيس بتاعت الراديوس، تمام. هو ماسك فين؟ في البيس بتاعتها، في القاعده بتاعت لان الابكس بتاعتها تحت، تمام. ده كده بالنسبه للاورجن والانسيرشن بتاعها. طب حاجه بقى هنا خاصه اللي هو البريكيوراديالس مهمه جدا، هي دي المفروض ان عضلات الباك عضلات الفرونت كلها كانت بتعمل فليكشن، المفروض عضلات الباك كلها تعمل لي بقى اكستنشن،
دي من عضلات الباك، ولكن بتعمل فليكشن، بتعمل فليكشن للالبو جوينت، بس في حاجة مهمة عند الميد برون بوزيشن. الميد برون بوزيشن ده معناته ايه؟ ده معناته ان الشخص لو هو عامل نفسه اكنه مثلا بيشرب كنز او ماسك هامر، فهو ايده بتكون سيف اليد هو اللي قدام، لا الجزء الانتيرو ولا البوستيرو. فلما نيجي مثلا نشوف هنا اهو بتتم ازاي، عندي هنا في اللي هو الهامر، تمرين الهامر بالدمبل اهو، لما نيجي نشوفه هنلاقي ان الايد بتكون ماسكه اللي هو الدمبل اكن ماسك الشاكوش، تمام، ارفعها لفوق انزل تحت. هو يعمل بقى فليكشن في الوضع ده، لان ساعتها الكراكو اللي هو البريكيوراديالس هتكون عامله اللي هو هي هتكون اكتر حاجه انتيرور، فهي ساعتها تعمل لي فليكشن تودي الانسيرشن على الاورجن، تمام. ده اللي هو وضع الهامر بوزيشن اهو، بحيث ان انا لو انا خليت السيف اليد هو اللي قدام، هلاقي ان انا عندي ساعتها البريكيوراديالس بقت هي اللي قدام الالبو، وتقدر تعمل له فليكشن تودي الانسيرشن على الاورجن فوق، تمام. فدي وظيفة البريكيوراديالس. اتفقنا اللي هو نيرف سبلاي يعني هنتكلم عنه بعدين، تمام. ادي خلاص خلصنا كده البريكيوراديالس، نزل لنا تحتها بقى الاكستنسور كاربي رادياليس، بس انا عندي منها جزئين، جزء لونجس طويل وجزء بريفس اللي هو قصير، تمام. طب بالنسبة لللونجس والبريفس، انا المفروض ادي ده اللونجس، تمام، وده البريفس، المفروض هما اسمهم اكستنسور، فاكستنسور هيعمل حركة اكستنشن. اكستنشن لايه؟ للمفروض الريست جوينت، تمام. انا كان عندي حاجة اسمها فليكسور كاربي رادياليس، تمام. الفليكسور كاربي رادياليس دي كانت بتعمل اتاتشمنت فين؟ في اللي هو في السكند والثيرد ميتاكاربال بون، يبقى اكيد هنا اهو لازم اللي هو اللونجس والبريفس الاثنين يكونوا في السكند والثيرد ميتاكاربال بونز، تمام. في واحد بقى منهم بياخد في السكند، ده اللي هو اول واحد، اول واحد مين اللي هو اللونجس، الاكستنسور كاربي رادياليس لونجس، هتعمل اللي هو انسيرشن في السكند ميتاكاربال بون، تمام. طب البريفس بقى اللي هي القصيره دي بتكون اهي القصيره لانها جايه من تحت، انما اللونجس جايه من فوق خالص. طب هي رايحه تعمل انسيرشن فين اللي هو البريفس؟ رايحه تعمل انسيرشن في الثيرد ميتاكاربال بون، بحيث ان انا عندي واحده في السكند وواحده في الثيرد، فالاثنين يعكسوا وظيفه الفليكسور. الفليكسور كان الاثنين مع بعض في السكند والثيرد باللي هو بعضله واحده، هنا بقى يكون عضله واخده لي اللي هو السكند وعضله واخده لي الثيرد، تمام، ويعملوا لي الاكستنشن بتاعت الريست جوينت، نتيجه ان هم معديين ايه، هم في السكند ميتاكاربال بون، فالجوينت اللي معديين عليه هو الريست جوينت، فيعملوا له في الاكستنشن اللي هو يفردوه، فيبقى ده اللي هو المكان الطبيعي بتاعه، تمام. طب بالنسبه للاورجن بتاع كل واحده فيهم، بالنسبه اللي هو الاكستنسور لونجس، الاكستنسور كاربي رادياليس لونجس، دي بتكون واخده فين؟ التلت اللي هو اللي تحتاني من السوبرا كوندايلر ريدج اهو، ده التلت تحتاني من السوبرا كوندايلر ريدج، انما كان عندي التلتين اللي فوق كان مين ماسك فيهم اللي هو البريكيو رادياليس، تمام. ده كده بالنسبه للاكستنسور كاربي رادياليس. طب بالنسبه للي هو بقى البريفس، البريفس وجد ان هي مع مجموعة عضلات تانية، تعالوا بس نشيل اللي هو اللونجس، البريفس وجد ان هي مع مجموعة عضلات تانية ماسكين في اللاترال ايبيكوندويل من قدام، في الفرونت بتاع اللاترال ايبيكوندويل. طب انا عندي لما كان بيمسك في الفرونت بتاع الميديال ايبيكوندويل كنا بنسميهم اللي هو كومون فليكسور اورجن، فهنا هنسميهم كومون اكستنسور اورجن، هي العضلات اللي ماسكه في اللي هو اللاترال ايبيكوندويل، فانا عندي البريفس ماسكه في الكومون اكستنسور اورجن، تمام، ونزل الانسيرشن بتاعها في السكند ميتاكاربال بون. طب وظيفه اللي هو الاكستنسور كاربي رادياليس، اكيد طبعا هتعمل لي اكستنشن لي اللي هو الريست جوينت، تمام. ده كده وظيفتها لانها بتعاكس الفليكسور كاربي ارناريس، فليكسور كاربي رادياليس اللي كانت تعمل فليكشن للريست جوينت. طب عندي حركه تانية، المفروض ان هي كان عندي الفليكسور كاربي رادياليس، تمام، دي كانت بتكون اللي هو المفروض بتعمل لي راديال ديفيشن او ابدكشن للريست جوينت، فدي برضو نفس الوظيفه ان هي المفروض هي في الراديوس، فهتكون تحت متصله في السكند والثيرد من ورا، هتعمل لي اللي هو برضو راديال ديفيشن. فلما نيجي مثلا نشوف عندنا هنا اهو اللي هو الريست ابدكشن او بنسميها الراديال ديفيشن اهو، هي كمان من ورا بتشتغل لما يتشد اللي هو لوحدها كده، تروح عامله لي اللي هو ميديال ديفيشن زيها زي بالظبط اهو
الاكسسور او الفليكسور كاربي رادياليس، ادي الفليكسور كاربي رادياليس بتعمل نفس الحركه، والاكسسور الاثنين بتوعها بيعملوا نفس هما كمان الحركه، تمام. فده كده بالنسبه للاكسسور كاربي رادياليس لونجس وبريفس، تمام. طب بعد كده بقى نخش على العضلات اللي وراهم. وراهم بقى خلاص هنشيل اللي هو الاكسنسور بريفس، هيبان لي بقى هنا هم مفروض الاكسنسور ديجيتورم مصر، تمام. ده الاوريجن بتاعها نفس الكلام، مش ما فيهاش اللي هو بقى التعقيد بتاع الفليكسور، لا ده هنا يدوبك واخده من الكومن اكسنسور اوريجن ونازله تحت تعمل انسيرشن في نفس الحاجات اللي كان هيعمل لها اللي هو الفليكسور ديجيتورم انسيرشن، تمام. الفليكسور ديجيتورم كان في جزء منها سوبرفيشاليس وبروفانس. سوبرفيشاليس كان بيلزق في اللي هو الميدل فالنكس، تمام، اللي هو العقله اللي في النص، تمام. والبروفاندس كانت بتلزق في الديستال فالنكس. فانا عندي هنا هو الانسرشن بتاعها هيكون في الميدل فالنكس وفي الديستال فالنكس كمان، بتوع مين؟ بتوع اللي هو الميديا او الميديال فور فينجرز، اللي هو الاربعه القريبين من الجسم، تمام. ده كده بالنسبه للي هو الاكستنشن بتاع اللي هو الانسرشن بتاعها، تمام. طب انا عندي وظيفتهم يعملوا ايه؟ هما بيعدوا لي على كل حاجه من هنا، ادي هم معدين لي على الريست جوينت فيعملوا له ايه؟ هيعملوا له طبعا اكستنشن لانهم من ورا، تمام. طب معدين لي على اللي هو الميتاكاربو فالنجيال جوينت، يعمل لي ايه؟ يعمل لي اكستنشن للميتاكاربو فالنجيال جوينت. معدي لي على اللي هو الانتر فالنجيال جوينت سواء البروكسيمال او الديستال، فيعمل لي لده او لده اكستنشن، اي حاجه من الاثنين، تمام. طب عندنا في اللي هو كلمه بسيطه، ان انا عندي المفروض بيقول ان هو بيروح بيمتد اولا، بيروح يمسك في الميدل فالنكس وبعدين منه بيمتد للديستال فالنكس عن طريق حاجه اسمها الاكستنسور اكسبانشن. الاكستنسور اكسبانشن ده عباره عن اللي هو فاشيه كده موجوده، تمام. الفاشيه دي وظيفتها انها بتاخد اللي هو الحاجات من الميدل وتوديها اللي هو الديستال، تمام. ده اللي هي بنسميها الاكستنسور اكسبانشن. كده خلصنا كلامنا عن اللي هو الديجيتورم، الاكسنسور ديجيتورم، تمام. بعد الاكسنسور ديجيتورم هيتفضل لي هنا بقى المفروض اللي هو الاكسنسور ديجيتي مينيمي، تمام. الاكسنسور ديجيتي مينيمي من اسمها ديجيتي مينيمي، يعني الصباع الصغير، تمام، اللي هو اخر واحد اللي هو الصغير ده، تمام. بيكون جاي منين ده؟ برضو نفس الكلام من الكومون اكسنسور اورجن، تمام. ماسك من الكومون اكستنسور اورجن ورايح يمتد تحت الفين، تحت اهو ماسك نفس الكلام الانسرشن بتاعه في اللي هو الاكستنسور اكسبانشن، يعني اللي هو في الميدل والديستال مع بعض، تمام. وهي وظيفته هيعمل ايه؟ اكيد يعمل كل الحاجات اللي وراه اللي هو اكستنشن، يعمل اكستنشن اللي هو الديستال والبروكسيمال انترفالنجال جوينتس والكاربو ميتاكاربال جوينتس وبالاضافه كمان للريست، تمام. فده كده وظيفة اللي هو ديجيتي مينيمي. طب عندنا بعد كده اهو المفروض هنا بقى الاكسنسور اللي هو كاربي المارس، ده اخر واحد بقى موجود يمة الالنا، او هو طالع برضو من كومون فليكسور كومون اكسنسور اللي هو اورجن، تمام، في اللاترال الابيكوندايل اهو، ده اللاترال اللي بره، ويروح يلف يمة الالنا، تمام. يروح يلف يمة الالنا. الالنا المفروض انا كان عندي الفليكسور كاربي المارس كان بيمسك في البيز، ثواني، الفليكسور كاربي المارس كان بيمسك في البيز بتاعت اللي هو الفيفس ميتاكاربال بون من قدام، هو ده بقى هنا هيمسكها من ورا اهو، الاكستنشن بتاعه ماسك اللي هو الفيفس ميتاكاربال بون البيز بتاعتها من ورا، تمام، على عكس طبعا اللي هو الفليكسور كاربي المارس. وظيفته اكيد طبعا هيعمل لي فليكشن للريست جوينت، تمام، دي اول حاجه. ويعمل لي ايه تاني؟ يعمل لي ادكشن اللي هي بنسميها الالنر ديفيشن، تمام، اللي هو يدخل لي الريست جوينت لجوه الجسم. فلما نيجي نشوفها اهو، يدخل لي الريست جوينت لجوه الجسم، خلاص كده خلصنا كلامنا عن اللي هو الاكسنسور اللي هو كاربي النارس. يتفضلنا اخر واحد ورا اللي هي عضله صغيره بنسميها الانكونس ماسل.
طب دي جايه منين؟ ادي المفروض عندي هي برضو جايه من اللي هو اللاترال ايبيكوندايل، بس من ورا من البوستيرير سيرفيس بتاعت اللاترال ايبيكوندايل، تمام. وعامله انسيرشن فين؟ ادي ده عندي المفروض لو دي الالنا، تمام، اللي هي ميديال، ماشي، كانت تنقسم لجزئين اللي هو الاوليكرينون اهو، اللي يا رب الكرونويد بروسيس بتاعها هنا اهو، والاوليكرينون لفوق. هي ماسكه فين في الاوليكرينون؟ ماسكه في اللاترال بارت. طب اللي انا عندي المفروض اللي كان ماسك في الميديال بارت بتاع الاوليكرينون كان مين؟ ده كان المفروض اللي هو الفليكسور كاربي النيرس، كانت ماسكالي في الميديال بارت بتاع الاوليكرينون بروسيس. طب واللي عندي كان ماسك في الابر بارت، ده كانت حاجه اكيد نازله من فوق. مين اللي كان نازل من فوق ومن ورا؟ ده كان نازل لي من الابر، ماسك في الابر بارت بتاع الاوليكرينون، كان الترايسبس ماسل، تمام. فده عندي كده الاوريجن والانسيرشن بتاع الانكونيوس ماسل. طب دي وظيفتها ايه؟ اهي هي ماسكه في اللي هو ماسكه من اللي هو اللاترال ايبيكوندويل اللي هو كده الالنا من ورا. فاكيد طبعا لما تشد اللي هو الانسيرشن على الاوريجن اكيد طبعا هتفرد الايد، تمام، فتعمل لي اكستنشن. ودي وظيفه اي حاجه ورا ما عدا اللي هو البريكيوراديالس، دي كانت بتعمل لي فليكشن ات الميد بروم بوزيشن، ميد بروم بوزيشن، تمام. فكده خلصنا كلام عن العضلات السوبرفيشال. اهم تاني لما نيجي نرجعهم هنا اهو، عندي البريكيوراديالس، تمام، بعديها الاكستنسور كارب رادياليس لونجس، بعدها البريفس، وبعدها المفروض ديجيتي مينيمي محشوره في النص بينهم، اللي هو يعني هي موجودة جوه بس يعني شوية، ده اللي هو الديجيتورم، وده اللي هو الاكسنسور كاربي النارس، وفي الآخر خالص الانكونيوس ماسل، تمام. تعالوا نتكلم حالا على العضلات اللي هي المفروض بقى تكون موجودة، اللي هو دي بقى يعني دي المفروض أسهل من العضلات اللي كانت سوبرفيشال. لما نيجي نشوفها هنلاقي ان انا عندي عضله فوق خالص، دي بنسميها السوباينيتور ماسل. السوباينيتور ماسل يبقى وظيفتها طبعا السوباينيشن من غير ما نتكلم، تمام. طب ده الاورجن والانسرشن بتاعها فين؟ الاورجن بتاعها عباره عن جزئين، تمام. اول جزء اللي هو السوبرفيشال اللي هو السطحي، ده جاي منين؟ ده جاي من اللي هو اللاترال ايبيكوندويل، تمام. وفي عندي ليجامنت بيكون بيحوط لي السيركمفرنس بتاع الراديوس، لو انتوا فاكرين اسمه الانيولار ليجامنت، تمام. ده الانيولار ليجامنت، هو بيكون ماسك في اللي هو اللاترال ايبيكوندايل، وبيكون ماسك، عفوا، بيكون ماسك في اللاترال ايبيكوندايل، تمام، وبيكون ماسك عندنا تحت في اللي هو الراديوس، بيكون الحته بقى بتاعتها هو ده عضله السوبيناتور ماسل، فبيكون ماسك في السوبيناتور كريست بتاع الالنا، تمام. الالنا بيكون ليها جزء كده اللي هو بارز بنسميه اللي هو سوبيناتور كريست، تمام. فهو ماسك تحت عندنا الانسيرشن بتاعه في اللي هو السوبيناتور او اللي هو السوبيناتور كريست بتاع الالنا، تمام. وظيفته ان هو لما يشد الانسيرشن على الاورجن، ادي عندي كده قدام والايد لقدام، لما يشد الحته دي لورا، تمام، اهو يشد الحته دي لورا، فاكيد طبعا هيعمل لي اللي هو برونيشن، تمام، سوبيناشن، معلش. او لما نيجي نشوف الحركه بتاعته برضو الموشن، اهو يشده يرجعه اللي هو الوضع السوبينيشن، تمام. ده كده بالنسبة للسوبيناتور ماسل. بعد السوبيناتور بقى ماسل عندنا كده شوية حاجات رصة محترمة، حاجة اسمها الابداكتور بوليشس لونجس، تمام. الابداكتور بوليشس لونجس فيه يكون تحتها على طول الابداكتور اللي هو بوليشس بريفس في مكان، وجنبها الابداكتور الاكسنسور، معلش، الاكسنسور بوليشس بريفس والاكسنسور بوليشس لونجس، وتحتهم الاكسنسور انديسس، تمام. دوت عشان نشوفهم، ادي عندنا ده الابداكتور بوليشس لونجس، وظيفته ابداكتور، فيعمل لي ابداكشن للهاند، يعني يعمل لي راديال ديفيشن، تمام. طب ده بقى هنشوفه الاوريجن والانسرشن بتاعه. عندنا بالنسبه للاوريجن، ادي عندنا ده كده في الوضع الطبيعي، فانا كده لفيت خالص، ده عندنا القلنة وده الريديس. هو واخد منين في القلنة؟ واخد عندي في اللاترال سيرفيس بتاع القلنة، تمام.
اهو ادي عندنا ده الوضع الطبيعي لو هو جوه الجسم، ده كده جوه الجسم. فالحتة دي لو انا لفيت يبقى الحتة دي لبره، هو واخد من اللاترال سيرفيس بتاع اللي هو الالنا. الحتة دي بنسميها اللي هو فوق، الحتة دي بنسميها الاوبليك اللي هو ريدج بتاع الالنا، وبيكون واخد من تحتها على طول بلو الاوبليك ريدج، تمام. وبيكون متصل بالريديوس التلت اللي هو الميدل بتاع الريديوس. يعني لما جيت اشوف اللي هو مثلا الريديوس، هلاقي ان انا عندي الحته دي هي اللي متاخده، تمام، والحته اللي فوق دي فاضيه، والحته اللي تحت مش متصل بيها، تمام، اهي فاضيه من تحت. هو بيكون متصل فين؟ في الميدل بارت او ميدل اللي هو سيرد بتاع الريديوس، وبيكون متصل تحت اللي هو تحت الاوبليك ريدج بتاع الالنا، تمام. وبيكون الانسرشن بتاعه فين؟ ده بيكون هو اسمه بوليشس وابداكتور بوليشس لونجس، تمام. فهو بوليشس يعني تبع اللي هو الصمب، تمام. هو بيكون ماسك فين؟ في اللي هو البيز بتاعت اللي هو الفيرست ميتاكاربال بون، تمام. وهنعرف لهم تسكيمة حلوة حالا. عندي بعد كده المفروض الاكستنسور بوليشس لونجس، تمام. الاكستنسور بوليشس لونجس هو كمان رايح لي اللي هو الصم، تمام. طب ده بيكون ماسك فين؟ هو ماسك مبدئيا في الألما، اهو ماسك في الألما الحتة اللي دام يمة الجسم، تمام. بيكون ماسك تحت اللي هو الابداكتور بوليشس لونجس، تمام. فهو بيكون في اللي هو تحت الابداكتور بوليشس لونجس بيكون موجود الاكستنسور بوليشس لونجس، تمام. ده بيكون يعمل انسرشن فين؟ بيعمل انسرشن في اللي هو البيس بتاع الديستال فالنكس، تمام. ده كده بالنسبة لي اهو لو جينا نعمله برضو ايزوليشن يكون موجود المفروض تحت المكان الارتباط بتاع اللي هو الابداكتور بوليشس لونجس، تمام، اللي هو في الحتة الميدل سيرت بتاع الباك اوف الالنا، تمام. طبعا عندنا بالنسبة لي اللي هو الاكستنسور بوليشس بريفس بقى، ده لما نيجي نعمله ايزوليشن هنلاقيه ان هو يمة الراديوس، تمام، يمة الراديوس تحت اللي هو الاورجن بتاع الابداكتور بوليشس لونجس. فهو ماسك تحت الاورجن بتاع الابداكتور بوليشس لونجس، تمام. وبيكون نازل تحت فين؟ في الميدل فالنكس، تمام، اللي هو في البيز بتاع اللي هو البروكسيمال فالنكس. احنا التاني ده كان الديستال، معلش ده يبقى هو البروكسيمال، لان انا عندي السم بيكون لو اللي هو اتنين فالنكس بس او عقلتين، وده بيكون في البروكسيمال، التاني بيكون في الديستال هنا بس مش باينه، تمام. فتيجوا بقى عشان نعرفهم التلاتة مع بعض، انا عندي ده اهو الابداكتور بوليشس لونجس موجود فين؟ ده موجود تحت الاوبليك ريدج بتاعت الالنا، وموجود في الميدل بتاع الريديوس، تمام. طب انا عندي بقى الابداكتور بوليشس لونجس، الاكسسور بوليشس لونجس دي بتكون موجوده فين؟ موجوده في الالنا تحت اللي هو الابداكتور بوليشس لونجس، تمام، في الميدل بتاع الالنا. طب وانا عندي الاكسسور بوليشس بريفس بقى اللي هي القصيره دي بتكون موجوده فين؟ موجوده المفروض على الراديوس، تمام، موجوده على الراديوس تحت الابداكتور بوليشس لونجس، تمام. طب بالنسبه للانسرشن، الابداكتور بوليشس لونجس دي اول حاجه من فوق، تمام، فتنتهي اول حاجه تنتهي فين؟ في الفيرست ميتاكاربال بون. بعدها عندي البريفيس دي القصيرة هتنتهي فين؟ في البروكسيمال فالنكس. طب عندي اللي هو اللونجس اللي هو الاكسنسر بوليشس لونجس دي ابعد حاجة تنتهي في الديستال فالنكس، تمام. فلما نيجي نتكلم على الاكشن بتاعهم بالنسبة للابدكتور، فهي طبعا هنا هتعمل اهي نتكلم على اللي هو الريست جوينت، فتعمل له ابدكشن للي اللي هو اللي هو الصمب، تمام، اللي هو معدي على اللي هو الفيرست ميتاكاربال بون، فتعمل له اللي هو ابدكشن، تمام. طب وعندي بالنسبه للبريفس، البريفس دي اهي موجوده معديه على مين؟ ده مين اللي هو الجوينت اللي وراه ده؟ بنسميه الميتاكاربو فالنجال جوينت، فهو يعمل اكستنشن للميتاكاربو فالنجال جوينت. طب وعندي اللونجس اللي هي جايه من تحتها في الالنا، دي بتكون تعمل لي اكستنشن اللي هو خصوصا اللي هو الديستال اللي هو الانتر فالنجال جوينت اللي هو في الوسط اللي هو الجوينت اللي في الوسط بتوين اللي هو العقلتين يعني، تمام. ده كده بالنسبة للي هو التلات عضلات دولت اللي هما موجودين مربوطين ببعض، تمام. طب عندي آخر عضلة اسمها اللي هو الاكستنسور انديسس، تمام، دي بتكون موجودة فين؟ دي تحت اللي هو الاكستنسور بوليشيس لونجس، تمام. يبقى أنا لما أجي أحب أشوف اللي هو الأورجنز بتاعتهم تاني، أدي عندي
من فوق خالص اللي هو الابداكتور بوليشس لونجس، ينزل تحتها على الالنا اللي هو الاكستنسور بوليشس لونجس، تحتها على الالنا برضو اللي هو الاكستنسور انديس. طب انا عندي دي اللي هو الابداكتور بوليشس لونجس، هي موجوده كمان في الراديوس، تحتها بقى من الراديوس اللي هو الاكستنسور بوليشس بريفيس. تمام. طب انا عندي الانديس ده موجود فين؟ الانديس الاندكس ده فينجر، ده اللي هو صباع اللي هو السبابه اللي هو تاني واحد جنب الصم. تمام. فهو ماسك فيها، ماسك في اللي هو في اللي هو الاكستنسور اكسبانشن، يعني ماسك في الديستال اللي هو فالنكس وفي الميدل فالنكس. تمام. ده اللي هو بنسميه الاكستنسور اكسبانشن. تمام. طب ده وظيفته اكيد طبعا هيعمل اكستنشن لكل الحاجات اللي بيعدي عليها، سواء اللي هو الميتاكاربوفالنجيال بتاع السكند، او هيكون اللي هو البروكسيمال انترفالنجيال بتاع السكند، او هيكون الديستال انترفالنجيال جوينت بتاع السكند برضه. تمام. فدي كده العضلات اللي موجودة عندنا كلها. طب بالنسبة للنيرف سبلاي، أنا المفروض عندي الراديال نيرف بيكون جاي لي في السبايرال جروف وبيغذي لي من فوق، بيغذي لي فوق الترايسبس والحتة اللاترال بتاعة البريكياليس مثلا. لما ينزل تحت يكون بيغذي لي بقى الحاجات اللي المفروض عندي في اللي هو الباك اوف الفور ارم. تمام. بس هو نازل بيديني كده حاجة صغننة، فرع صغنن بيروح نازل لي على ادي ده الفرع الصغنن بتاعه، بيكون جاي من الراديال نيرف الرئيسي. تمام. بيكون ده بيغذي لي اهو، بيغذي لي البتاع ده، ده اسمه ايه اللي هو الانكونيوس. فانا كده الانكونيوس ماسل بتكون بالراديال نيرف دايركت. تمام. لان هو البرانش بيكون نازل منه على طول. طب انا عندي هنا اهو اي ده برضو الراديال نيرف، الراديال نيرف هيغذي لي ادي ده اهو. المفروض عندي اول واحده من فوق كانت اسمها ايه؟ كان اسمها اللي هو البريكيو رادياليس. تمام. البريكيو رادياليس لما اشيلها اهو هلاقي ان انا كان في فعلا عندي برانش طالع من اللي هو الراديال نيرف اسمه هنا اهو، اللي هو البرانش اللي طالع لي اللي هو البريكيو رادياليس، فبيكون طالع لي الحاجه دي اكستنشن دايركتلي من الراديال نيرف. تمام. وبيكون عندي لو انا شلت اللي هو الاكستنسور كاربي رادياليس لونجس لونجس، تمام، هلاقي تحتها برضو اللي هو التفرع من الراديال نيرف اللي بيغذيها. تمام. فده التلات حاجات دولت اللي هو الانكونيوس والفليكسور اللي هو الاكستنسور كاربي رادياليس لونجس واللي هو البريكيو رادياليس، دول بيكونوا واخدين التغذيه بتاعتهم دايركتلي من الراديال نيرف. تمام. انما بقى بعد كده الحاجات الباقيه كلها تاخد من البوستيريور انتر اوسس نيرف. تمام. البوستيريور انتر اوسس نيرف ده بيكون برانش من اللي هو الراديال نيرف. يعني انا عندي الراديال نيرف لما يكمل اهو بقى هشيل اللي هو مثلا حاجه من الحاجات دي اهو، هايت، وادي هنا هايت، وادي هنا هايت، ادي المفروض عندي اهو الراديال نيرف داخل من جوه هنا. تمام. ومكمل هنا. البرانش بقى بتاعه الاخير ده اللي هو ده بنسميه اللي هو البوستيريور انتر اوسس نيرف. تمام. ده بيكون اللي هو جاي لي من اللي هو الديب راديال نيرف. تمام. طب ده بيكون بقى بيغذي اللي هو الحاجات اللي هو ماشي عليها، مغذي بقى الحاجات اللي ماشي عليها مين؟ البريفس اللي هو الاكسسور كاربي رادياليس بريفس، وبيكون بيغذي لي كمان الديجيتورم، وبيكون ديجيتي مينيمي، وبيكون بيغذي لي كمان اللي هو الاكسسور كاربي النارس، كمان النارس كمان بتتغذى بيه. تمام. وبينزل لتحت بقى يكمل الحاجات الديب كلها يغذيها. بس هو نازل انا عندي كان اول حاجه من الديب مين؟ ادي ده اهو اسمه السوباينيتور ماسل. فخلاص انا مثلا لما اجي اشيل اللي هو الحاجات ده اهو هايت، ده السوباينيتور ماسل. السوباينيتور ماسل هو اهو داخل عامل لها بيرسنج، اخترقها. فهو بيخترق مين؟ بيخترق السوباينيتور ماسل. تمام. ده كده بالنسبه للعضلات الباك اوف الفور ارم. طب تعالوا بقى نعمل اللي هو يعني ايه مراجعه سريعه على العضلات كلها اللي في الفور ارم عشان ما ننساهمش. عندي هنا اهو، او ناخده بقى من فوق، ادي عندي ده البايسبس طبعا، دي اول واحده فوق. تمام. بعدها عندي تحتها على طول في الفلور بتاع الكوبيتال الفصه ده البريكياليس، في عندي واحده هتكون ده الدلتويد نشيلها، في عندي واحده تكون جايه لي من الكراكويد بروسيس ونازله تحت هنا، دي بنسميها اللي هو كراكو بريكياليس. تمام. في عندي واحده تكون ورا خالص اللي هي الترايسبس. تمام. في بقى عندي اللي هو العضلات بتاعت اللي هو الفور ارم، عندي الفور ارم
هنلاقي ان هو اللي هو جزء انتيريور تمام اللي هو فرونت وجزء باك. بالنسبه للفرونت ادي ده البرونيتور تيرس تمام. البرونيتور تيرس هيكون تحتها الفليكسور كاربي رادياليس، تحت الرادياليس هيكون البالمارس لونجس تمام، وفي في الاخر اللي هو الفليكسور كاربي النارس. تحت الفليكسور كاربي النارس والحاجات دي اللي ماشيين من الفرونت كان اللي هو مستخبي وراهم كده بشويه الفليكسور ديجيتورم سوبرفيشاليس، وتحت الديجيتورم سوبرفيشاليس على طول البروفاندس تمام. تحت البروفاندس موجود عندي هنا اهو البالمار اللي هو الفليكسور بوليشيس لونجس تمام، وفي عندي هنا اهو البرونيتور كوادريتس تمام. طب بالنسبه بقى للعضلات اللي خدناها النهارده من فوق لتحت ومن السوبرفيشال دي، يبقى دي ده البريكيو رادياليس، نشيلها يطلع لي على طول وراها اللي هو الاكستنسور كاربي رادياليس لونجس، واكيد طبعا وراها البريفس. ادي البريفس، في طبعا هلاقي هنا اهو الديجيتورم اللي هو الاكستنسور ديجيتورم، وكان ديجيتورم وبس، وفي ديجيتي مينيمي كده واحده صغيره رايحه اللي هو الليتل فينجر، وفي الاكستنسور كاربي النارس، وفي عندي ورا ده بنسميها الانكونيوس. نبدا نخش على العضلات الديب، عندي ده اهي بنسميها السوباينيتور تمام، تعمل سوباينيشن. في عندي بقى كلهم من الباقي ده ورا اللي فوقه كبيره خالص دي ابداكتور اللي هو بوليشيس لونجس تمام، اللي هو ابداكشن للصم. طب بعدين عندي هنا اهو بقى المفروض رصه محترمه كده كنا خدناها اللي هو الاكستنسور بوليشيس لونجس وبريفيس تمام. الاكستنسور بوليشيس لونجس دي اللي هي في الالنا تمام، انما اللي في البريفيس، البريفيس دي موجوده فين؟ تبع الراديوس. طب وعندي اللي هو الحاجه الاخيره بقى اللي هو الاكستنسور انديسس. كده خلصنا عضلات اللي هو الفور ارم. طب بالنسبه للتغذيه كان عندي فوق عضلات اللي هو الارم نفسها كانت بتتغذى المفروض عندي بالماسكيولو كيوتينيوس برين اتش من اللي هو الماسكيولو كيوتينيوس نيرف تمام، ما عدا الترايسبس واللاترال بارت بتاع اللي هو البريكياليس ماسل كانوا بيتغذوا بالراديال نيرف تمام. طب عضلات الفرونت بتاع اللي هو الفور ارم كان بيتغذى عندي كلهم الفرونت كله اللي هو الحزمه ده بالميديان نيرف تمام، ما عدا اللي هو عضله ونص اللي هو الفليكسور كاربي النارس والميديال بارت بتاع اللي هو الفليكسور ديجيتورم بروفاندس، ده كان بيتغذوا بالالنر نيرف. طب وعندي عضلات الباك كلها المفروض كلها بالراديال نيرف، بس انا عندي هو يا دوبك ثلاثه بالراديال نيرف الرئيسي اللي هو الانكونيوس بالاضافه لي اللي هو البريكيو رادياليس بالاضافه لي اللي هو الاكستنسور اللي هو كاربي رادياليس لونجس، دوت كان بيكون دايركتلي من اللي هو الراديال نيرف، انما الباقي كله الديب اللي هو الباقي من اللي هو السوبرفيشال كان بيكون واخدين برانش من البوستيريو انتر اوسس نيرف اللي هو برانش من الراديال نيرف تمام. وعندي كان المفروض اللي هو السوباينيتور ماسل، السوباينيتور ماسل ده هي كان المفروض بيخترقها اللي هو البوستيريو انتر اوسس نيرف فبيعمل لها بيرسينج تمام. فكده خلصنا عضلات اللي هو الارم والفور ارم كلهم.